في فيلمين بيقوم ببطولتهم اتنين من النجوم الكبار، يعني محمد هنيدي منزل فيلم مرعي البريمو، محمد رمضان منزل فيلم عزيرو. بس حتى هذه اللحظة وانت بتتابع ردود افعال الجمهور مش في السوشيال ميديا مش ماشية مع الفيلمين، رغم ان هما النجوم ايضا كبار حققوا ارقام فلكية قبل كده. طيب ايه القصة؟ فين الازمة؟ محمد هنيدي ماهد لفيلمه وقال انا عملت افلام قبل كده لم تلقى يعني ترحاب من الجمهور، بس الفيلم الجديد ده هيكسر الدنيا. طيب ايه الحال في السينما؟ هروح للناقد الفني الكبير الاستاذ طارق الشناوي. مساء الخير استاذ طارق. مساء الخير طارق الشناوي. مساء الفل، سامعني؟ سامعك يا حبيبي. الفيلمين اللي الموجودين والنجوم كبار هنيدي ورمضان ليه ما حققوش الزخم الكبير من الاقبال الجماهيري رغم الاتنين نجوم كبار يعني؟ أنا بس اللي عندهم سجل حافل من الهزائم السينمائية. سجل حافل من الهزائم السينمائية. يعني يمكن رمضان عنده كان نجح له جعفر العمدة نجاح طاغي، وبعدين على طول في العيد اللي هو في عيد الفطر عرض فيلم اسمه هارلي سقوط ذريع، قعد 3 أيام بس بقوة دفع جعفر العمدة لم العيدية وبعد كده انكشف وما جابش أي إيرادات. طب إزاي أنا أحقق نجومية طاغية في مسلسل كان الأبرز في دراما رمضان جعفر العمدة ثم أفشل في السينما؟ ما هو ده فعلا ده الموضوع الأساسي في الحكاية. ألا وهو إن في كيميائية خاصة بين النجم وبين الميديا. قد تتحقق يحصل تفاعل وكيميائي بنسبة أو بنسبة كبيرة، وقد لا تتحقق على الإطلاق أو تتحقق بنسبة محدودة. بالنسبة لرمضان في الدراما التلفزيونية بينجح، وبالذات لما بيكون مع محمد سامي. يعني مسلسلات محمد سامي بتحقق كثافة مشاهدة لا تقارن بأي نجم آخر. روح على السينما بعد عبده موتى برغم ان اكتر فيلم لاقى هجوم حاد، انا فاكر سنه 2012 كميه الهجوم يعني كان ممكن تقضي على اي فنان وهو كان في البدايه، ورغم ذلك لا جاب ايرادات عاليه جدا. لكن من بعد عبده موتى كان في محاولات لخلق نجم جماهيري في مجال السينما، ويمكن ناس كتير ما تعرفش المعلومه دي، انه محمد خان وداود عبد السيد الاثنين مخرجين من اهم مخرجي السينما المصريه كان لهم مشروعات مع هنيدي اسف مع رمضان الاثنين. يعني كان في فيلم اسمه القنبله لمحمد خان عن قصه قصيره لاديبنا الكبير نجيب محفوظ، ورشح له رمضان، وكان في اعداد بس لم يكتمل. وفي فيلم اسمه حب كتبه داود عبد السيد وبرضه رشح فيه رمضان ولن يكتمل. انا طيب تعالى اقول لك ان محمد رمضان الاعلى على اليوتيوب، الاعلى في الحفلات الغنائيه الجماهيريه، الاعلى مشاهده في على الشاشه الصغيره. طب ما احنا متفقين. ليه في السينما مش واخد هذا الحظ؟ ما احنا بنقول كل ميديا لها قانون، كل ميديا لها قانون ولها كيميائيه. الوحيد اللي عبر قانون الميديا ونجح في الاربعه كان عادل امام. أنا بقول الأربعة عشان نحط الإذاعة كمان. يعني يمكن الناس تقول لك فين الرابع؟ الرابع هو الإذاعة. كويس؟ فعادل كان نجم النجوم في الميديا الأربعة، ما يقدرش حد ينكر دي. لو أنت كلنا فاكرين طبعًا في السينما قد إيه كان هو رقم واحد، في المسرح رقم واحد، في التلفزيون رقم واحد، في الإذاعة كمان، لأن أنا لحقت وأنت لحقت الزمن اللي كان الإذاعة بشكل أوسع. كان هو وعبد الحليم حافظ ونجم. برافو عليك. طيب نروح لهنيدي. ليه فيلمه ما حققش الزخم المنتظر يعني؟ هو اولا زي ما قلت لك ان هو عرضوا الافيش يا شباب. مهزوم سينمائيا في الفتره الاخيره، لكن جه هو نفسه كتب على صفحته واظن انت اشرت في الكلمه بتاعتك في المقدمه انه قال يعني اللي فات حماده واللي جاي حماده ثاني. هو قال كده. وان في افلام ما كانتش قد كده، ولكن اللي جاي بقى النهارده هيصدع الفيلم ده طبعا. على بريمو يعني هو ده الفيلم، ومعاه مخرج له باع طويل
من النجاح بدءا من صعيدي في الجامعه الامريكيه مع هنيدي. ولكن الفيلم ما فيهوش شيء يعني يخاطب جمهور هذه الايام. الكوميديا اكثر مجال في الدراما بيتغير الشفره بتاعته لانها مرتبطه بالحياه الاجتماعيه. فبالتالي الكوميديان ليه في الكوميديان في العالم كله الا فيما نظر عمرهم الزمني كثير. يعني انت عايز تقول لي ان الفنان الكبير عادل امام طوال 40 سنه كان بيقرا اللغه دي وبيجددها ويغيرها؟ برافو. شوف انت عادل امام لما نجح قبل صعيدي اسمها رايح جاي نجح نجاح طاغي جاب ضعف اللي بيجيبه عادل امام. درس عادل امام كان سنه 97 كويس الكلام ده. درس عادل امام في حاجه في ظاهره جديده في حاجه مختلفه. لو هتلاحظ انه في نفس التوقيت ده اللي هي 97 كان في مفروض انه عادل هيكمل مع ثنائيه وحيد حامد وشريف عرفه طبعا كاتب كبير ومخرج كبير لكن هو قرى الشارع فجاب يوسف معاطي. برافو عليك. وغير بقى يعني بقى تغير معاه المخرجين يعني كان علي ادريس وغيره يعني لم يثبت على اسم مخرج واحد. الشفره دي ما بيعرفش يقراها هنيدي ورمضان. ليه عمل كده؟ لا انا بتكلم على شفره بتكلم على عادل ازاي قدر يقرا يعني عايز اقول بيحصل تغييرات دايما بدليل ان نفس لما هنيدي نجح نجاح طاغي في اسماعيليه واعقابه صعيدي في 2002 حصل ايه؟ عمل هنيدي فيلم اسمه صاحب صاحبه وعمل محمد سعد فيلم اسمه الليمبي نفس السنه. الليمبي هو اللي اكد نجوميه محمد سعد وبدا اسهم هنيدي تنزل من 2002. بعد كده محمد سعد ما حافظش على نجوميته ففي 2007 ظهر احمد حلمي وكده رضا حتى انا سميتها هرشه السنه الخامسه. انت عارف ايه في الحب وفي الجواز هرشه السنه السابعه. عارف الدراما في الكوميديا هرشه السنه الخامسه. بعد مرور 5 سنوات يحصل تغيير اجتماعي ما عليك ان تلتقطه. اذا لم تلتقطه هتلاقي نفسك بدات في الحلزون. مين نجم الكوميديا النهارده في السينما اللي الناس تنزل تقطع له تيكت ويدخله؟ ده سؤال مهم جدا ان احنا مع الاسف بعد احمد حلمي واحمد حلمي ايضا يعني ايراداته الاخيره ترنحت ويعني قوته الجماهيريه يعني حصل لها قدر من الضعف في افلامه الاخيره كويس. حتى هذه اللحظه لم يظهر نجم اخر يلتف حوله الجمهور بعد حلمي نجم جماهيري. بقى في محاولات علي ربيع مصطفى خاطر وغيرها وغيرهم من الاسماء ولكن ولا اسم من الجيل ده قدر يبقى بطل يعني ايه يلتف حول الجمهور. ولكن يمكن مثلا علي ربيع لما عمل فيلم بعد الشر اللي كان فيه فصلانه كويس معاك جاب ايرادات في السعوديه عاليه جدا فبقى بس في مصر ما كانتش عاليه. برافو عليك. بس 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 هيحصل ايه بقى؟ ان الانتاج هيدور على علي ربيع. طب خليني اعكسها. هل افلام هنيدي ورمضان اللي ما نجحتش في مصر حاليا ممكن تنجح في الخليج؟ ما مش شرط يعني مش شرط. انا مش باليقين هنشوفها بقى لما تتعرض في الخليج. ما عنديش انا احساس ان الفيلمين هيعملوا حاجه في السعوديه او في الخليج عموما. طب النجم الاكثر يعني وعجا الان اللي الناس بتروح له السينما بقى طبعا كريم عبد العزيز. كريم عبد العزيز طبعا طبعا كريم هو نجم الايرادات الاول لانه وراه عقل يدير موهبه وراه فكر فاهم سينما كويس بيراهن على الموضوعات والافكار السينمائيه بيراهن على المخرجين كمان يعني بينشن هتلاقيه شغال. احمد عز مش موجود في الصوره من وجهه نظرك؟ بعده 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 بس موجود بس بعده بعد عز طبعا لكن موجود ما اقدرش انكر وجوده لكن اللي فارق قوي كريم عبد العزيز. ولما هتلاقي بيشتغل طيب. مع مخرجين بيقدموا سينما مروان حامد. هل هنيدي كده خد الخط بتاع محمد سعد خلاص يعني انا مش عارف محمد سعد لم تقم له قائمه منذ سنوات خلاص. انا فاكر مره سالت الاستاذ حسن حسني الله يرحمه قال لي هو راكب الحلزونه حلزونه انت عارف بتنزلك على يعني ارجو طبعا هنيدي بقاله مده مش قادر يتماسك يعني
ومش عارف الخطوة فين. ما قبلها قبل الفيلم ده قبل بريمو ده كان عامل حاجة اسمها دكتور تجميل الجميل حاجة كده او جميل دكتور تجميل كان برضو واقع يعني. وقبل قبل حكي كان واقع برضو يعني هو لسه مش قادر يعرف. كان في حاجة اسمها عنترة ابن 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 شداد برضو كان واقع. هو مشكلته انه مش قادر يقرأ جمهور السينما هذا الجيل قراءة صحيحة. اتغير. انا بشكرك شكرا جزيلا للناقد الفني الكبير استاذ طارق الشناوي.